أمنا. قد لا يفهم الكثير منا لغة هؤلاء المزارعين أو العاملين هنا، لكنه بلا شك حديث عن تحقيق الأمان والأحلام مع نهاية الموسم. وأي حديث قد يدور مع مثل هذا الموسم إن لم يكن هذا الحديث؟ إنه موسم الفستق الحلبي، واحد من أثمن المواسم الزراعية في العالم. والله الأرض البياض بسيب مرض فيه، يعني في مواد ما بتطلع لفوق، الورق السجل بصير أصفر، أرض الأصفر ها، والأرض الحمراء وأرض هيك الأبيض شو اسمه بيضة كويسة يعني، بس الأرض الصفراء ما بنجح فيه كتير. وبالنسبة لمنطقتنا هون يعني ناجح فيه، بتقاوم جفاف. أسهمت الأمطار الغزيرة في الشتاء الفائت في زيادة إنتاجية الفستق لهذا العام، والتي تبدو مرضية إلى حد جيد بالنسبة لمزارعيه، والذين يمنون النفس بموسم آخر شديد الوفرة في العام المقبل بإذن الله. زراعة فستق كويسة، يعني بتزرع من أول سنة بعد من 9 سنين بأشهر، بتستنى بتسقيهم تدير بالك عليهم بيزبط، وبنصح كل واحد يزرع فستق. إنتاج السنة كويسة أحسن من عام الأول، السنة كويسة جانا أمطار الحمد لله كتير، السنة كانت كويسة. صامنا أول كان تعبان شوي، فرط الحب العرنوس، هالسنة كويسة ماشي الحمد لله، ما جانا أمراض هالسنة كتير. حطيت له سواد إنتاجه كويس، حطيت له سماد إنتاجه كويس، إيش ما حطيت له بيعطيك. والمي أهم شيء، المي وسماد ودواء بخ، يعني بدك تسقيهم كل 4-5 أيام تسقيهم، سماد حط له بشتوي. على الرغم من الفترة الطويلة التي تقضيها شجرة الفستق قبل أن تبدأ بالإنتاج، إلا أنها لا تزال خياراً محبباً لأولئك المزارعين أصحاب النفس الطويل، والذين يرغبون بموسم وفير وأرباح مضمونة. لما تتمتع به هذه الحبة من مكانة في صناعة الحلويات الفاخرة والمرغوبة في كل مكان من هذا العالم؟